اهلا بكم. بلا شك انه البنت ربما تستغرب من حواري، لكن انا بقول لكم شرب الشيشه هيعمل مشاكل. هنفهم بالتفصيل ازاي شرب الشيشه ممكن ياثر على انابيب فالوب. طبعا في ستات كتير وبنات دلوقتي تسالي سؤال عبقري جدا، تلاقي بنت لطيفه قاعده دلوقتي وانا بشرب الشيشه بانابيب فالوب، يعني ازاي انابيب فالوب هتتاثر؟ هنفهم الكلام. التي بي هذا المرض القديم الهيستوريك اللي هو الدرن ازاي رجع مره اخرى. بس اسمحوا لي ان انا اعيد الترحيب بضيفي القدير استاذ دكتور سيد الاخرس. اهلا بيك يا استاذ. انا عايز اسال الحاجات اللي انا قلتها قبل هذا الفاصل. طبعا طبعا الاسباب الكتيره اللي ممكن تؤدي الى التهابات الانابيب اللي هو بالانجلش السلبنجايتس، اللي هو ممكن برضه يسموه البي اي دي في نفس بنفس القصه برضه، او الانفلاماتوري ديزيز او التهاب الحوض. اسباب كتيره ممكن تؤدي الى التهابات الانابيب، يا اما دايما يقول لك يا اما اكيوت انفلاميشن او كرونيك انفلاميشن، التهاب حاد او التهاب حاد او التهاب مزمن. التهاب الحاد ياتي ما حد، يعني ايه؟ يعني حصل حاجة فورية نتيجتها يحصل التهاب للتجويف الداخلي للأنبوبة، كأن بقى يحصل فيه صديد جوه في الأنبوبة وفي السيليا وفي الأهداب اللي موجودة للبطنة الأنبوبة داخليا أو حتى خارجيا على الصوابع الخارجية. يأتي من إيه؟ أكتر حاجة على الإطلاق الأمراض الجنسية، أكتر حاجة على الإطلاق الأمراض الجنسية. عشان الناس ما تستسهلش، هنعمل امتى بموسوعه الامراض الجنسيه؟ نعملها عشان بص احنا بدانا اول بص الرقم حلقاتنا زمان طبعا كانت في الحلقات طبعًا في الامراض الجنسيه طبعا اتكلمنا. عاوز اقول لك يا دكتور ايمن، تخيل ان يضاف سنويا في امريكا بلد التقدم المفروض، بلد حقوق الانسان والتمدن، 750 الف امراه من التهاب الانابيب بسبب العدوى الجنسيه. رقم 3 ارباع مليون امراه تضاف سنويا. تضاف سنويا يعني بمعنى داخله خارجه من المرض وتضاف تاني باحصائيه. كانهم طابور طويل بيضاف كل سنه في الطابور 750 بسبب اكتر حاجه على الاطلاق السيلان والكلاميديا. الجنورية والكلاميديا. اكتر الكلاميديا اخطر. الاثنين موجودين، اثنين نوعين من البكتيريا اللي موجوده يجوا عن طريق الجنس. وده لا اكتر حاجه اللي ممكن تصاب الانابيب. الانابيب لما تصاب ممكن يا اما تصاب هنا بروكزمال الثلث الاول او في النص او في الاخر. يعني حاجه ممكن تعمل انسداد بقى في الانابيب، يا في الجزء الاولاني يا الجزء اللي في النص يا الجزء في الاخر. الجزء في الاولاني في الغالب التهابات. الجزء اللي في النص في الغالب ربط انابيب. الجزء في الاخر في الغالب بطانيه رحم مهاجره او زايده دوديه التهبت او انفجرت او اي مرض من امراض الحوض او عمليات جراحيه قبل كده تمت في الحوض كاستئصال ورم ليفي او قيصريه قبل كده او ان ممكن تكون اتعملت عمليه في الوجه ريسكشن في المبيض او شيل كيس من على المبيض او شيل درمويد من على المبيض، وخصوصا بالعمليات الجراحيه. درمويد ده نوع من انواع الاكياس يا جماعه. اللي ممكن تكون كله خاص لما يكون عمليات جراحية مفتوحة. عشان كده دايما بنقول نتمنى ان الناس كل الاطباء يحظوا حظو الجراحة المنظرية، جراحة المنظار، لان ده الجولدن اي او العين الذهبية للتشخيص وكمان لإجراء الجراحة بأقل تكلفة مرضيه على المريض نفسه، باقل تكلفه حقيقيه على المريض نفسه. تكلفه مرضيه. مرضيه. بمعنى انه ما يحصلش مضاعفات. مضاعفات. وبيبقى الوان داي وممكن بعد ساعتين يروح المريض وممكن ياكل ويشرب غير ما يكون عمليه مفتوحه. لو بصينا بعض الصور اللي تؤكد ايه اللي احنا عاوزين نوصله للناس، اتفقنا ان يا اما الانسداد البروكزمال خصوصا الالتهابات. وفي التهابات حتى لو كانت نادره زي في حاجه اسمها شيجولويدز. يعني حاجه زي الشيجيلا كده. شيجيلا اشيجولويدز بقى حاجه شبهها كده. كان المريضه 49 سنه. ده نوع من الميكروبات برضه طبعًا. عشان الناس تعرف اسمه. احنا هنا لما بنقول الانبوبه واحنا قسمناها الى هنا ثلاث اشكال زي ما قلنا، ادي الاسموس اللي خارج من الانبوبه من الرحم مباشره. الانبوله دي اوسع حته في الانبوبه، وبعدين الانفانديبلم اللي هي الجزء اللي بعد الافامبريا الاخر جزء
اللي موجود فيه. أيوة. مسميات حتى بس عشان ايه؟ لا بس الناس تحفظ يعني ايه امبوله، معناها على فكره امبوله ده اسم في الطب يعني اشيء المتسع، المتسع او المدبلوم ده اللي هو بقى الاخر حاجه. نمشي لو صور ثانيه عشان نوري للناس الاتساق. هنا ايه وظيفه الانبوبه؟ وظيفه الانبوبه انها بتاخد البويضه من المبيض وتمشي رحله البويضات في الانبوبه الى ان تصل الرحم لو كانت دي لسه بنت، لكن لو كان حصل جواز يعني يحصل جماع الحيوان المنوي يوصل يخش من الرحم يوصل للانبوبه ويقابل البويضه عند الانبوله دي ويفضل يحصل الانقسام والاخصاب هنا وتتجه اثناء داخل الانبوبه الانقسامات تتم لغايه لما يصل الى مرحله البلاستوسيست وتتزرع بقى تخش في الرحم. ده كلام الفسيولوجي الطبيعي ده الحاجات اللي بتحصل. طيب هنا دي ثلاث اماكن اللي شائعين جدا يحصل فيهم التصاقات اللي هم الدوائر دول. يا اما في علاقتها بالرحم مباشره، يا اما في الميدل واي في النص الانبوبه، يا اما في اخر حاجه علاقتها بالمبيض تحت في الانبوبه، اللي هي الحته الاخيره اللي قبل ما توصل للمبيض. طيب احنا هنا كده شكينا ان حصل انسداد في الانابيب نتيجه الالتهابات الموجوده، وهنا اتفقنا ادي الاسم تبقى الحته ضيقه واول انبوبه انتفخت، شوف الانبوبه اليمين من الشمال انتفخت نتيجه الالتهابات المتكرره، ونتيجه الانبوبه بقت اتقفلت من هنا والارتشاح اللي بيتم نتيجه الخلايا الالتهابيه اللي موجوده ويبدا يحصل اتساع. طبعا انا عايز انبه لحاجه، الشيشه ده لسه هنوصل لها. ده داخل الانبوبه زي الالتصاقات بتبقى داخل الانبوبه من جوه فتقفل الانبوبه. عشان كده لما بنعمل اشعه بالصبغه ولو وقفت الصبغه عند الالتصاق ده نقول الانبوبه مسدوده هنا. واحيانا واحنا بنعمل اشعه بالصبغه الالتصاق ده ممكن يبدا يتلاشى، يعني يقدر يتمزع، يعني يبدا الوي تاني يتفتح، فتلاقي المريضه بالرغم كانت انابيب مسدوده وقلنا لها مسدوده تحمل بعد كده، الا الانبوبه هنا التصقت عند علاقتها بالمبيض وبدات تنقفل الفيمبريال اند من تحت فتبدا يحصل ارتشاح. بنوري الصور هنا ليه؟ لان بعد كده هنقدر نقول ايه هي دي حلها، ايه تتشال ولا تتسلك على راي ايه؟ يبقى ساعتها لما نخش بمنظار ونشوف هنقدر نسلك ولا لا. ايه ده؟ ده رحم اتشال بالمبيض. رحم اتشال ده بقى ده حاجه حقيقيه بس جوه جار. طب رحم اتشال بالانبوبتين، عينه الانبوبتين يمين وشمال. لو انت تلاحظ الانبوبه اليمين مسوده والشمال كان فيها برضو ايه تليفات، الشمال دي كان فيها صديد وحصل فيبروزس والتصاقات فاتشالت، والناحيه الثانيه ابتدى يحصل فيها جنجرين فاتشال الرحم بالمبيضين على بعضه بالانبوبتين. ده بقى في علم ده كل ده مهم قوي. طبعا كل ده بتبقى المرضى بتشتكي من ايه؟ المريضه تشتكي بتاعت التصاق الانابيب او انسداد الانابيب او التهاب الانابيب. لو كان اكيوت، لو كان حاد، بتشتكي ان في الم شديد جدا في اسفل البطن، ممكن مصحوب بافرازات ريحتها كريهه وارتفاع في درجه الحراره، وممكن يجي يكون معاها الام في الجماع لما بيحصل جماع. ده البدايه اللي ممكن تقول ان في الم حاد. الالم المزمن ممكن يجي نتيجه ايه بقى؟ اتفقنا لو في عمليات جراحيه ونتيجه التهابات متكرره، او اما يحصل ممكن الجماع يجي يستوطن الميكروب في عنق الرحم ويقعد لمده طويله ويعمل شاور، يبدا يبعت اولاده يعني يتكاثر في الجيش ويبعت فيبقى فصائل. اصلا استوطن وعمل التهاب في عنق الرحم وبعدين يطلع من عنق الرحم، من هنا يبدا يخش من عنق الرحم على بطانه الرحم يعمل لها التهاب ويخش في الانابيب يعمل كمان التهابات في الانابيب. يبقى كمان ليه التهاب عنق الرحم ممكن يأثر بشكل أو بآخر على التهاب الأنابيب. وصلنا إلى أن احنا المريضة دي جت بألم حاد وعالجناها، وأحيانا كتير جدا تتحاجز إلى مستشفى. أيوة. وتاخد أدوية بشكل معين الدوكساسايكلين اللي هو زي ده الاسم العلمي بتاعه، وممكن زي الدالاسين يعني، وناخد حاجات للحرارة، وممكن المريضة تقعد مدة طويلة يا إما تريزولف تتحل المشكلة يا إما تتحول إلى بايوسالبنكس وتبقى في صديد في الأنابيب. وفي الحالة زي كده هنضطر إن احنا نعمل كأنه خراج في الحوض، هنضطر إن احنا نفتح ونستأصل الأنبوبة برمتها. فقد إيه إن ممكن تأتي الشدائد من المزازر الشرري اللي هو العلاقة الجنسية اللي ممكن حد يتباهى إنه بيعمل علاقات جنسية كتير متكررة، أو بنت تتباهى كده وهي مش عارفة تتباهى إيه ده؟ طبعا يعني بينها وبين أقرانها اتفقنا يعني في ناس للأسف فاهمة الحرية بطريقة غلط. طيب خلاص وصلت المشاكل اللي موجودة في الأنابيب. طيب الشيشة
ما بدأت بعد كده يحصل ارتجاع للتي بي او السل او الدرن الرئوي. كان التي بي كان الدرن ده اختفى من العالم، كان اختفى وكان مكان قليل، دلوقتي رجع تاني هو والزهري، رجعوا تاني وبيرجعوا كمان. دايما البكتيريا يقول لك لما بترجع بجنريشن بيطلع بجنريشن حصل فيه تحورات يعني كمان بقى يقاوم العلاج اللي كان سنوات العمر هو متاخد يعني بيتعالج. كان الاول سو سنسيتيف، حساس قوي للمضاد ده فكان يقتله بسرعه. دلوقتي بيروح يوصل للانبوبه ويقابل البويضه عند الانبوله دي ويفضل يحصل الانقسام والاخصاب هنا وتتجه اثناء داخل الانبوبه، الانقسامات تتم لغايه لما يصل الى مرحله البلاستوسيست وتتزرع بقى تخش في الرحم. ده الكلام اللي في الفسيولوجي الطبيعي ده الحاجات اللي بتحصل. طيب هنا دي ثلاث اماكن اللي شائعين جدا يحصل فيهم التصاقات اللي هم الدوائر دول، يا اما في علاقتها بالرحم مباشره، يا اما في الميدل واي في النص الانبوبه، يا اما في اخر حاجه علاقتها بالمبيض تحت في الانبوبه، اللي هي الحته الاخيره اللي قبل ما توصل للمبيض. طيب احنا هنا كده شكينا ان حصل انسداد في الانابيب نتيجه الالتهابات الموجوده، وهنا اتفقنا عند الاسمس تبقى الحته ضيقه واول الانبوبه انتفخت، شوف الانبوبه اليمين من الشمال انتفخت نتيجه الالتهابات المتكرره، ونتيجه الانبوبه بقت اتقفلت من هنا والارتشاح اللي بيتم نتيجه الخلايا الالتهابيه اللي موجوده ويبدا يحصل اتساع. طبعا انا عايز انبه لحاجه، الشيشه ده لسه هنوصل لها. ده داخل الانبوبه زي الالتصاقات بتبقى داخل الانبوبه من جوه فتقفل الانبوبه. عشان كده لما بنعمل اشعه بالصبغه ولو وقفت الصبغه عند الالتصاق ده نقول الانبوبه مسدوده هنا. واحيانا واحنا بنعمل اشعه بالصبغه الالتصاق ده ممكن يبدا يتلاشى، يعني يقدر يتمزع، يعني يبدا الوي تاني يتفتح، فتلاقي المريضه بالرغم كانت انابيب مسدوده وقلنا لها مسدوده تحمل بعد كده، الا الانبوبه هنا التصقت عند علاقتها بالمبيض وبدات تنقفل الفيمريال اند من تحت فتبدا يحصل ارتشاح. بنوري الصور هنا ليه؟ لان بعد كده هنقدر نقول ايه هي دي حلها، ايه تتشال ولا تتسلك على راي ايه. يبقى ساعتها لما نخش بمنظار ونشوف هنقدر نسلك ولا لا. ايه ده رحم اتشال بالمبيض؟ رحم اتشال ده بقى ده حاجه حقيقيه بس جوه جار. طب رحم اتشال بالانبوبتين، عينة الانبوبتين يمين وشمال، لو انت تلاحظ الانبوبه اليمين مسوده والشمال كان فيها برضو ايه تليفات، الشمال دي كان فيها صديد وحصل فيبروزس والتصاقات فتشالت، والناحيه الثانيه ابتدى يحصل فيها جنجرين فتشال الرحم بالمبيضين على بعضه بالانبوبتين. ده بقى في علم ده كل ده مهم قوي. طبعا كل ده بتبقى المرضى بتشتكي من ايه، المريضه تشتكي بتاعت التصاق الانابيب او انسداد الانابيب او التهاب الانابيب. لو كان اكيوت، لو كان حاد، بتشتكي ان في الم شديد جدا في اسفل البطن، ممكن مصحوب بافرازات ريحتها كريهه وارتفاع في درجه الحراره، وممكن يجي يكون معاها الام في الجماع لما بيحصل جماع. ده البدايه اللي ممكن تقول ان في الم حاد. الالم المزمن ممكن يجي نتيجه ايه بقى؟ اتفقنا لو في عمليات جراحيه ونتيجه التهابات متكرره، او اما يحصل ممكن الجماع يجي يستوطن الميكروب في عنق الرحم ويقعد لمده طويله ويعمل شاور، يبدا يبعت اولاده بقى يعني يتكاثر في الجيش ويبعت فيبقى اصلا استوطن وعمل التهاب في عنق الرحم وبعدين يطلع من عنق الرحم، من هنا يبدا يخش من عنق الرحم على بطانه الرحم يعمل لها التهاب ويخش في الانابيب يعمل كمان التهابات في الانابيب. يبقى كمان ليه التهاب عنق الرحم ممكن يأثر بشكل أو بآخر على التهاب الأنابيب. وصلنا إلى أن احنا المريضة دي جت بألم حاد وعالجناها، وأحيانا كثير جدا تتحاجز إلى مستشفى وتاخد أدوية بشكل معين الدوكساسايكلين زي ده الاسم العلمي بتاعه، وممكن زي الدالاسين يعني، وناخد حاجات الحرارة، وممكن مريضة تقعد مدة طويلة يا إما تريزولف تتحل المشكلة يا إما تتحول إلى بايوسالبنكس وتبقى في صديد في الأنابيب. وفي الحالة زي كده هنضطر إن احنا نعمل كأنه خراج في الحوض، هنضطر إن احنا نفتح ونستأصل الأنبوبة برمتها. فقد إيه إن ممكن تأتي الشدائد من المزازر الشرري اللي هو العلاقة الجنسية اللي ممكن حد يتباهى إنه بيعمل علاقات جنسية كتير متكررة، أو بنت تتباهى كده وهي مش عارفة تتباهى إيه ده؟ طبعًا يعني بينها وبين أقرانها اتفقنا يعني في ناس للأسف فاهمة الحرية بطريقة غلط. طيب خلاص وصلت المشاكل اللي موجودة في الأنابيب. طيب الشيشة
ما بدأت بعد كده يحصل ارتجاع للتي بي او السل او الدرن الرئوي. كان التي بي كان الدرن ده اختفى من العالم، كان اختفى وكان مكان قليل، دلوقتي رجع تاني هو والزهري. رجعوا تاني وبيرجعوا كمان. دايما البكتيريا يقول لك لما بترجع بجنريشن بيطلع بجنريشن حصل فيه تحورات. يعني كمان بقى يقاوم العلاج اللي كان سنوات العمر هو متاخد، يعني بيتعالج. كان الاول سو سنسيتيف، حساس قوي للمضاد ده فكان يقتله بسرعه. دلوقتي بيجي لك وهو تحور ضد المرض ده، بقى خبيث جدا ويتغلف ويقدر يتديله العلاج كانه كمان ايه بيتغذى على العلاج ده بالظبط كده. فقد ايه ان التي بي والشيشه المتكرره وممكن اللي تتنقل تبقى في الدرن في الرئه وبعد كده تبدا توصل سكندري عن طريق الدم وتوصل تتحوصل في الانابيب وتعمل المشكله. بالذات حساسه قوي تجاه الدرن. طبعا حساسه جدا. من ضمن الحاجات برضو اللي تاثر على الانابيب وانسدادها والالام اللي موجوده فيها بطنط الرحم المهاجره الاندوميتريوزيس، اللي ممكن يجي يترسب على الانابيب خارجيا ويعمل الم شديد جدا، وممكن تتشخص المريضه على انها ممكن زايده وممكن تعمل عمليه على اساس انها زايده. شد انتباهي كانت مره حاله جت اشتكت مره انها كانت متجوزه ومخلفه وطلقت وبعد كده اتجوزت حد تاني وبعدين ما بتحملش. وكان في الفتره الاخيره بدأت تاخد منشطات كتيره جدا وبطر ما بيحصلش حمل. عملنا اشعه بالصبغه لقيت الصبغه مسدوده في الانابيب، انابيب مسدوده. ما عملتش عمليات جراحيه قبل كده ولا كان لها التهابات ولا جالها حراره قبل كده والامور ماشيه كويسه. طبعا يعمل منظار، بعمل منظار لقيت الانابيب اصلا مربوطه، يعني عن عمد، يعني في الولاده الاولانيه حصل ربط الانابيب وفي كونسنت والزوج كان ماضي على كده بس لم يعلم الزوجه انها ما كانش عايزه تخلف تاني. وده كمان عشان كده بنقول ايه، اي مريضه داخله اوضه عمليات عاوزه تعمل ربط انابيب لابد من موافقتها شخصيا قبل موافقه الزوج. يعني مش موافقه الزوج كفيله جدا ان انا مراتي مش عايزه تعمل. الاثنين مش لازم يوافقوا الاثنين؟ لازم الاثنين يوافقوا على كل اي عمليه جراحيه هتتم ليها للزوجه. لما تتم ليه هو موافقته لوحده، لكن لما تتم للزوجه يبقى موافقتها وموافقته. يعني حته تتم ليه هو اللي هو فكره ربط لو هو يربط الابيدادمس هيعمل اي عمليه النقل او حتى اي عمليه حتى عاديه. هو في مصر بتعمل ربط النقل؟ ما بتتعملش هنا في مصر. لكن انا بتكلم لو هيعمل اي عمليه ما، حتى لو هيعمل زي ده هو بيمضي كونسنت لنفسه. طالما هو كامل الاهليه بيمضي كونسنت لنفسه. لكن لما الزوجه لازم تبقى موافقتها وموافقه الزوج. ادي حاجه. لما نيجي نقول ان احنا شكينا دلوقتي ان الانابيب دي انسدت، ايه الدليل ان الانابيب اتسدت ونوصل لتشخيصها ازاي؟ ما يطلق عليها بالهيسترو سالبنجوجرام او الاشعه بالصبغه لتتاكد الانابيب دي مسدوده او لا. وهذا الباب باب الجدل الواسع للاشعه بالصبغه لبعض الناس ولبعض الاطباء. يقول لك دي موضه قديمه ومن عصر الحجري واحنا لسه بنشتغل لغايه دلوقتي بالصبغه. والاي اس ار ام او الامريكان سوسايتي اوف ميديكال ريبرودكتيف ميديسن اللي هو الجمعيه الامريكيه للخصوبه تقول لك لغايه 2011 ان الاشعه بالصبغه ما زالت الطريق الوسيط على تشخيص ان الانابيب دي سالكه او لا. لما تيجي تشوف الاشعه بالصبغه هنا على ونحاول بالدياجرام نقارن ما بين الاثنين. ايوه بنحل الاشعه بالصبغه فلقينا ان الرحم اتملى بالاشعه بالصبغه. الرحم المثلث المثلث اللي فوق. وعلى اليمين الأنبوبة سليمة، على الشمال الأنبوبة بدأت تتكون فيها الصبغة وتعمل الشكل ده كأنه شكل البجعة أو شكل أي حاجة على الناحية الشمال ده. وده معناها إن الصبغة توقفت في النهاية خالص وابتدت تملى الأنبوبة. أدي صورة من الانسداد الأنبوبة. لو نشوف صورة تاني. دي معناها دي صورة تاني بس بالسونار. يعني معنى كده لما يحصل ارتجاع وبعدين عملنا سونار. لا ده صوره ثانيه. سونار لوحده بس كانت هنا الانبوبه مليانه وارتشحت لدرجه ان السائل موجود جوه. لو انت شايف مثلا ايه شكل الانبوبه اهو لغايه في الاخر ونهايتها. وبقى في ارتشاح جميل اسود قوي. الاسود ده بيبقى سائل. سائل في السونار. نشوف صور ثانيه. نشوف الصور اللي بعد كده. ده شكل تقليدي طبيعي جدا. ادي الرحم في النص ودي انبوبه يمين وانبوبه شمال. حقنا الصبغه خرجت الصبغه من اليمين ومن الشمال اكدت ان الرحم سليم ما فيهوش اي اورام ليفيه، ما فيهوش لحميه، ما فيهوش انسداد، ما فيهوش باي كورنت، مش هو مقسوم اثنين ولا ذو قرنين. والصبغه خرجت. هنا الناحيه دي لقينا هنا الانبوبه سليمه
الانبوبه اليمين سليمه وخرجت منها الصبغه، الانبوبه الشمال عند الاسمس عند علاقتها بالرحم توقفت الصبغه تماما، اكدت ان ايه الانبوبه عن بكره ابيها مفيش مشتش فيها الصبغه. خلي بالكوا الطريق الاسود ناحيه اليمين ماشي، طريق اسود ماشي رفيع اهو، الناحيه الشمال مفيش طريق، مفيش طريق فانقفلت تماما. كده يؤكد ايه بشكل اشكال مختلفه من الاشعه بالصبغه. اخر صوره هنا تلاقي ادي الرحم وادي الانبوبتين ماشيين لغايه اللي هم زي الشعره دي ابيض، وفي النهايه خالص تلاقي اتقفلت، او يعني النهايه في الاخر خالص اتقفلت الصبغه مزوده وتكونت وتوسعت. لانه الطريق طالما الطريق اتقفل في اوله في اخره يعني هتلاقي ايه العربيات زحمت كده كان الصبغه دي عربيات ووسعت الطريق. ووسعت الطريق وكمان في نفس الوقت في ارتشاح، فبدات الصبغه تاخد الحيز الواسع ده وتعمل الشكل اللي احنا بنشوفه ده. تحولت الانبوبه من شعره الى اتساع الاتساع، لان الانبوبه سمكها شعره طبعا. واحد ملي علاقتها بواحد في الاسم الانترستيشال في جو، وفي احلى اعلى حته فيها ممكن تصل الى 3 4 مللي. ماشي حلو. طيب هنا انسدت الانابيب وعرفنا يبقى اذا نرجع لحته الاشعه بالصبغه اللي هو ماده من الكونتراست ميديا زي احنا بنقول عشان يعمل الشكل الاسود والابيض اللي بنشوفه ده، وبتتحقن بشكل معين من اليوم الثاني للخامس ما بعد انقطاع الدوره. ونتاكد ليه من بعد انقطاع الدوره عشان ما يكونش في حمل، الا لو المريضه بتاخد اقراص مانع الحمل او موانع حمل فيبقى مش مرتبطين بالتوقيت ده، ممكن في اي وقت. الاشعه بالصبغه اللي بتتاخد لازم ياخد تاريخ المريضه، ما يكونش عندها حساسيه من الايودين، وممكن تقول لك ما كانش عارفه بس ما تقول لك بعض الانواع من السمك بتعمل لي حساسيه، او باكل محاره بيعمل لي حساسيه خلاص كده. المحار عارف ام الخلول كلام زي كده، تعرف يعني شوف حاجات بسيطه بلح البحر والحاجات دي، بلح البحر، فتعرف ان المريضه دي عندها حساسيه من الايودين فما تعملهاش الاشعه بالصبغه دي. حته مهمه جدا وانت بتعمل اشعه بالصبغه وبتاخد التاريخ المرضي، انت بتعتمد على اخراج الكليه كويس ووظائف الكليه كويس عشان الصبغه دي هتفرز من الكلى، فبالتالي لازم تكون الكليه كويسه. لو المريضه دي عندها سكر uncontrolled لازم يبقى كنترول ده الاول، والا برضو اخراج الكلى هيبقى مصاب بسبب السكر. حته مهمه جدا، لو الست دي بسبب او باخر بتاخد الميتافورمين، ده نوع من ادويه السكر اللي بتاخد من خلال الفم، لو بتاخده للسكر او بتاخده لتكيسات المبيضين بتاخد لده وبتاخد لده، ان وقفه 48 ساعه قبل ما نعمل اشعه بالصبغه. ليه؟ لانه هو بيعمل اكزكريشن في الكلى، بيطلع من الكلى والصبغه هتخرج من الكلى، فلو حصل اعاقه لاخراج الكلى الميتافورمين بيعمل سينرجيتك افكت فبيعلق اللاكتيك اسيد، فممكن تاخد شفلاكتيك اسيدوزس وهايبوتنشن وقص. اوكي بس دي للاطباء فقط اللي احنا قلنا ده، وللمرضى الاخيره دي للحته التفسير للاطباء، لكن بس لازم المريض يقول انا باخد ميتافورمين. يعني انا بسال المريض لانه ما يعرفش، انا بحدد له اليوم بقول له تعالى بعد بكره على فكره عشان ما نبقاش برضو بعيد عنكم. الميتافورمين هو الكلوكوفاج والسيتوفاج والاموفاج، يعني اي مريضه بتاخد كلوكوفاج وسيتوفاج وراح تعمل اشعه فيها وراح تعمل اشعه بالصبغه لازم تقول للدكتور ان انا باخد باخد الادويه دي، ولازم تعرف ان لازم توقف الدواء 48 ساعه قبل ما تعمل الاشعه بالصبغه، والا عشان ما نخشش في متاهه بعد كده. طيب الاشعه بالصبغه هل هي موضه قديمه وانتهت؟ ما قلناش انها مش موضه قديمه وانتهت، احنا ما زلنا الى الان السبيل يمكن الوحيد المنتشر. هل في ادويه؟ هل في ممكن حاجه ثانيه تتعوض عن الصبغه لبعض الناس؟ ممكن نحقن صلاين معين وبالسونار عشان نشوف خارج من الانابيب ولا لا، او ملا الرحم ولا لا. لكن الصبغه لما بتخرج بره هل مصيرها ايه؟ ان الجسم يمتص ويخرج منها تماما، يتخلص منها تماما. هل الصبغه ليها في فايده او ميزه؟ طبعا اتفقنا انها بتشخص ان الانابيب مسدوده او لا، وخروج وهي بتخرج ممكن تحلل بعض الالتصاقات اللي موجوده والست تحمل في خلال 72 يوم من بعد العمليه دي. هل الصبغه ليها فوائد اخرى؟ او يعني ممكن تلاقي الصبغه قالت ان الانبوبه دي مسدوده، بس ممكن تكونش الانبوبه مسدوده، ممكن يكون حصل ازباز من هنا او انقباض هنا وبالتالي الصبغه ما دخلتش، فبالتالي تدي الصوره انها الانبوبه مسدوده لكن كان في سبازم. عشان كده بناخد بعض الادويه المسكنه قبل ما تعمل العمليه الصبغه دي، مسكن او احيانا
ندي تحت مخدر بسيط لبعض المرضى اللي عندهم حساسيه مفرطه او فاجينيزمس واللي عندهم قلق من ان الجسم يخش فيهم او اله تمسك عنق الرحم او حاجه زي كده. لان المريض مش جاي يتالم، انت المفروض تشخصه. لو المريضه بتشتكي من افرازات مهبليه او التهابات قديمه موجوده بتعلن لطبيبها، والطبيب بيبص على عنق الرحم ولو لقى فيه التهابات ممكن يعمل مسحه، ممكن يدي مضاد حيوي، ممكن يلغي وياجل الاشعه بالصبغه لمرحله اخرى لغايه لما تلتئم التهابات عنق الرحم عشان ما ننقلش الميكروب من بره لجوه. الاشعه بالصبغه ممكن تؤثر بشكل او باخر على المريضه سلبيا فيما بعد، احيانا لبعض المرضى واحنا بنعمل الصبغه ممكن نظريا تنقل ليهم بطانه الرحم المهاجره، بمعنى انها تنقل بعض الخلايا وتنقلها في الانبوبه وتزرعها بره فتؤدي الى بطانه رحم مهاجره. اها، بننقل الصوره بكامل الوعي عشان الناس تبقى فاهمه ايه قصه الاشعه بالصبغه. بس هي كانت كده كده هتنتقل. كان كده كده هتنتقل، فلكن هي بقصد ولكن دي حاجه رير جدا. هل ممكن تكون احيانا وانا بحقن الصبغه؟ لو واحد ما عندوش خبره شويه الصبغه ممكن تكون قليله ما تملاش الرحم، فاقول انابيب مزوده رغم انها ما ملتش الرحم ولا مالت الانابيب، او يكون في ليكج ان هو بيحقن الصبغه عماله تتسرب منه بره وما تكملش، يقول لك الانابيب مزوده ما دخلتش فيها الصبغه رغم ان كانت انابيب ممكن تكون سالكه لما نيجي نعمل المنظار اللي هي سالكه بس ما ملتش. بعض الاحيان ان ممكن يحصل ضرر اثناء عمليه ان انا بحقن ان يتخرم الرحم او حاجه، وده حاجه بسيطه وممكن ما يكونش علاجها جامد جدا لما يكونش حد عنده خبره، بس دي حاجات نادره. ولكن الاستفاده الرهيبه من عمليه الاشعه بالصبغه اكتر كتير جدا من مضرها، ولا يمكن الاستغناء عنها في التشخيص عن اتخاذ القرار المناسب عن ان احنا نعمل منظار رحمي ولا منظار بطن. نخش في موضوع اكبر من عمليه بسيطه جدا نقدر من خلالها نشخص قبل ما ناخد القرار اني طريق ممكن يكون ملائم. علم كتير، علم كتير، علم كتير، علم كتير كتير كتير. ده في حاجه واحده بس، حاجه حته في الطب قد كده، شوف احنا قعدنا نتكلم عليها قد ايه، اسمها الاشعه بالصبغه وانابيب فالوب. دي جزء صغير جدا واحنا حاولنا نبسطه لكم بس علم كتير. نورت كالعاده. انا ببقى سعيد جدا وهقف عند نقطه مهمه عايزين نفتح يعني نفرد لها الكثير من التفاصيل، وهي موسوعه الامراض الجنسيه. هنوصل لها ان شاء الله. لان دي يعني اول حاجه إن شاء الله. في 2007 طبعا كنا عاملين موسوعه كبيره جدا. عملنا بدانا من اول يعني الطفل امتى بيبدا يعني يفكر في السكس. يفكر في السكس، يعني هو طفل وعنده قد كام سنه. وبعد كده ممكن يخش في قد ايه، يخش في المراهقه، وبعد كده التمييز الجنسي، وبعد كده ممكن يخش في الانحراف الجنسي. لا انسى هذه المجموعه من القصه كانت كبيره جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا على وقتك الثمين وعلى حضورك وفعلا يعني على العلم. يعني هنا احترام المشاهد ان احنا بنذكر العلم بتفاصيله الدقيقه جدا. التحضير ده وذكر هذه المعلومات بشكل تفصيل ده احترام للمشاهد، فانا بشكرك على هذا تقديرك لمشاهدينا. كل الشكر والتقدير طبعا للقيمه العلميه المتميزه الاستاذ الدكتور سيد الاخرس استشاري امراض النساء والتوليد والعقم واطفال الانابيب وجراحه المناظير، المؤسس لمستشفى الامم، عضو الجمعيتين الاوروبيه والامريكيه للخصوبه، والمؤسس لاول مركز متكامل لعلاج بطانه الرحم المهاجره في الشرق الاوسط، احد اهم الكوادر الطبيه في مصر والوطن العربي، الأخ الأكبر والزميل والصديق في صداقة دامت سنوات طويلة وأفخر بها. وأنا أفخر بها والله. أشكرك شكرا جزيلا. إحنا كده خلصنا حوارنا، لكن خلي بالكم من نقطتين مهمين جدا. ما زال الناس أنبههم على الشيشة وأنبههم على المخدرات وأنبههم على التدخين، وبرضه الناس بتدخن لسه، وبرضه هفضل أنبه. يعني أنا مش هيأس أبدا، لآخر يوم في عمري هفضل أنا ودكتور سيد وفي البرنامج هنبدأ نتكلم عن ده. هدف البرنامج يا دكتور طبعًا أيمن طبعًا. الوعي المستمر اللي بيزود باب الأمل بعيد عن باب الشعوذة والدجل. طبعًا. فأنا عايزكم أنتوا كمان يعني معلش خلينا إيه نتناقش مع بعض، خلينا نقرب من بعض في الحتة دي. أنا عارف إن في ناس بتاخد الكلام ده بنوع من العند، إنها تقول طب أنا بقى هشرب، طب أنا نازلة دلوقتي أشرب شيشة، طب أنا بقى إيه، طب إيه رأيك بقى إن أنا بشوفك في صحاب بتعرفهم بيشربوا شيشه، انت ما تنصحش اصحابك ليه؟ لا بنصحهم وانا بنصحكم اهو، وعندي سداد اقول اسامي اصحابي كلهم اللي بيشربوا شيشه في المره الجايه او اعلقهم ورايا عادي جدا. طبعا يعني انتوا عارفين يا مأمن الدكاتره يا مأمن الماء في الغربه. هتوحشوني بكره حلقه جديده من الدكتور. الى اللقاء.
الله.